صباح الفل على حضراتكم وبداية يوم جديد ومنور كله صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامجنا قعدة عربي على قناة هي. صباح الفل يا أميرة. صباح الخير يا هالة، عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. صباح النور على مشاهدينا الكرام، برحب بيكم من جديد في حلقة جديدة من حلقتنا قعدة عربي وقعدة جديدة من قعدتنا قعدة عربي. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة، واللي بيميزها ضيفتنا اللي ما تعرفش المستحيل وكلها إصرار وعزيمة. ضيفتنا النهاردة قدرت إنها تحقق المستحيل، وقدرت إنها تعمل شيفت كارير في أصعب وقت كل الناس كانت بتمر بيه، وهو وقت الكورونا. كلنا كنا قاعدين قلقانين في البيت، وهي قاعدة بتفكر إزاي أغير الكارير بتاعي، واختارت تخصص صعب جدا بالنسبة لي، مش سهل حد يمشي فيه، وهو تخصص الأكل. قدرت ضيفتنا النهاردة ان تشتغل على موهبتنا وتدرسها كويس جدا وتطور فيها وعملت مشروع احلامها. ضيفتنا النهاردة قدرت ان هي تحقق اللذاذة والطعامة والدقة والامانة في مشروعها، في كاترينج بسنت. ازيك يا بسنت؟ ازيك، عاملة ايه؟ منورانا في حلقتنا النهاردة. نورتينا. شكرا، ميرسي جدا بسنت. فكرة ان انت تغيري الكارير بتاعك في وقت زي ده بيعتبره انا شجاعة. اكيد هو كانت طبعا اصلا هي فترة الكورونا كانت صعبة علينا كلنا، أكيد. وزي ما انت قلتي كانت موترانا ومقعدانا في البيت، بس علشان انا زي كل الناس اللي بتشتغل كانوا working from home، واحنا قعدنا فترة كبيرة قوي فعلا ما بنشتغلش. أيوة. وانا يمكن حد مش بيعرف يقعد ما بيعملش حاجة قوي، وانا عندي يعني حب المطبخ ده من زمان شوية. أيوة. فحبيت ان انا لما اعمل حاجة اكون بحبها وهعرف ان انا اطور فيها يعني وادخل فيها حاجة جديدة. فهي الفكرة كانت بسيطة قوي، وبدأت من مطبخ بيتي، والحقيقة كل الناس اللي حواليا اهلي واصحابي وشجعوني جدا، وزي ما قلت لك هي بدات صغيره، ووقت الكورونا كان صعب كمان ان انت تخلي حد ياخد اكل من مكان طبعا، بس يعني احنا دايما كنا بنهتم اهم حاجه الحياه بالهايجين وبالباكجينج وبالحاجات دي علشان تقدري تاخدي ثقه الناس في الايتمز بتاعتك او البرودكت بتاعتك بالظبط كده. فهي حاجه يعني، بس الحمد لله يعني الموضوع جات لك الفكره وقت الكورونا بس ولا من قبلها؟ لا، هي جات لي وقت الكورونا بس. وانا اشتغلت عليها، وزي ما قلت لك انا بدات في مطبخ بيتي. اكيد. وما كانش معايا حد، يمكن كان معايا حد واحد، وكنت بعمل يعني كنت دايما بطلع ريسيبيز جديده وحاجات جديده وانفذها وادوقها بقى لجوزي في البيت وعيالي ومش عارفه ايه، جربت فيهم كتير الصراحه. يعني اكتشفت الموهبه دي عندك؟ لا، ولا هي موجودة من زمان؟ هقول لك، لا هي بصراحة أنا زي ما قلت لك أنا بحب المطبخ من زمان، يعني أحب أخش وأعمل حاجة جديدة، لو أنا نفسي في حاجة أخش أنفذها، أحب أعمل لهم حاجة في البيت، ده من قبل ما أتجوز. لما اتجوزت أنا جوزي برضو الحقيقة بيحب أكل البيت، ومامته بصراحة شاطرة جدا، وبصراحة هي ليها فضل كبير عليا قوي إن هي علمتني حاجات كتير. هي اللي شجعتك جدا وعلمتني حاجات أكتر كتيرة. أكتر حد شجعك حماتي بالظبط، لأن أنا دايما كنت بسألها يعني عن الحاجات اللي هو بيحبها ده بجد، يعني دايما ده بيتعمل ازاي، ده مش عارفه، بصراحه كانت دايما بتقول لي كل حاجه وحاجات كتير جدا ما هي اللي معلماني بصراحه، مدخلاها في المنيوز بتاعتي يعني. نرسل لها تحيه من برنامجنا. يعني واضح ان انت بتحبي المطبخ اصلا. بالظبط كده. فانا بدات اطور طبعا حاجات كتير، ويعني والحمد لله الموضوع دلوقتي بقى طبعا اختلف شويه، بقى في تيم كبير جدا، وبقى في تيم متقسم لكذا حاجه، وبقى في اكتر من مكان للشغل، واكتر من مكان ماسك الاداره وبس يعني. وطبعا كل الناس اللي حواليا، جوزي ويعني ومامتي صراحه هي ماسكه، يعني مش عايزه اقول لك واقفه جنبي ازاي وعامله لي. انت فكرتي ان انت تكملي في الموضوع؟ يعني دايما اي حد بيعمل اي مشروع بيمر بتجارب فشل وياس ويحبط، بعض الناس بتحبط، بس في الناس الشاطره فعلا بياخدوا من المحنه منحه طبعا. وده اللي انت تقريبا عملتيه في وقت الكورونا، اخدتي محنه الكورونا منحه ليكي ان انت تعملي مشروع. مفيش مره حسيتي بيأس واحبطتي وقلتي لا خلاص مش هكمل الموضوع ده؟ لا، مش شخصيتي ومش طبيعتي عامه في اي حاجه. اكيد بيجي لك ساعات، بيحصل لك دروبس ساعات، بتسمعي فيدباكس من ناس ملهاش علاقه، ممكن تحبطك لمجرد ان هي تكرهك في اي حاجه انت ممكن تكوني بتعمليها. بتتخطيها ازاي؟ مش بركز خالص بصراحه. دايما بلوك فورورد، انا بعمل ايه وعايزه اعمل ايه، ودايما حاطه عندي بصراحه تارجت انا لازم اوصل له. ساعات بتبقى حاجه صعبه جدا جدا، بس دايما انا يعني حاطه نفسي في التشالنج ان انا لازم اعمل ده ولازم اوصل لده طول الوقت. انا جوه التشالنج دي
اكيد في ناس كتير قوي حواليكي بتقعد تقول لك لا وازاي وهتعملي مش هتقدري لا ما بصراحه صح. مش فعلا بين مؤيد ومعارض اكيد يعني اكيد بالظبط. وانت في شغلك ومعاكي تيم برضو حاجه مش مضمونه, في ناس مش على طول بتكون موجوده فيه, فاحنا دايما في حاله براكتسنج للتيم بتاعنا وفي حاله انترفيوز لناس جديده تتمرن وتتدرب ودايما احنا بنقول ان احنا الاكل اللي بنعمله او الاكل اللي احنا بنديه للناس كانك انت بتعمليه في بيتك يعني. عندك حق بالظبط, لان التيم ده فيه تشيفس وفيه ستات بيوت, يمكن ده سر نجاحك فعلا ان انت بتتعاملي على المشروع ده انها حاجه هتدخل بيتك قبل ما تدخل بيت الناس التانيين او بيت العميل, وبتعملها بحب كمان أكيد. يعني انت عاملاها وانت حباها لان احنا ككيترز او ككيترينج بيج انا ممكن اكون مختلفه عن شويه من الكيترينجز اللي موجودين. احنا بنعمل ديلي اوردرز وبنعمل ايفنتس ممكن توصل لألف شخص فاحنا التيم بتاعنا متقسم للتشيفس بينزلوا كيترينجز والديلي اوردرز, يعني عندنا التيم بيتقسم كل بالظبط كده يعني لحد بيأساين لحاجة معينة. وقت الايفنت او الحفلات بيبقى انت مرتبطة بعدد معين ولا أكيد. حسب العدد اللي بيبقى بيجيلك او كده؟ مش مرتبطة بعدد معين, انا ممكن اعمل ايفنت 10 اشخاص وممكن اعمل ايفنت 1000 شخص. حلو جدا. احنا مجهزين لان هنعمل ده. وبنعمل ديلي اوردرز, ده مش اي كيترينج. الاوردرز اليوميه بالظبط هي ليها تيم لوحدها. الايفنت الكبيره ليها تيم لوحدها. الباكجز بتاعت الوجبات الاسبوعيه الشهريه وجبات الدايت ليها تيم برضو لوحدها. فاحنا يعني في جنب عندك خاص او بارتيشن خاص بالدايت او ناس متخصصه بتعمل وجبات الدايت exactly. دي الوجبات اللي تقدر مثلا حد يعمل معاكي ديل ان يوصلوا كل يوم في البيت عنده مثلا وجبه معينه بكالوريز معينه مش لا احنا مش بالشكل ده بصراحه. احنا بنعمل الحاجات الدايت المتعارف عليها الحاجات الجريلد الحاجات السوتيد الحاجات دي كلها لكن احنا مش يعني احنا ده مش تخصصنا قوي, بس في ناس كتير قوي بتبقى عايزه تنظف طريقه اكلها اكيد تمام يعني اكيد احنا كلنا طول الوقت نفسنا نعمل كده يعني بطريقه صحيه اكتر بنمنع الفاتس يعني الحاجات اللي هي فاحنا احنا عندنا تيم بيشتغل على الحته دي فهو ده يعني انت مش يعني انت مرتبطه بمنيو معين ولا حسب كل حد بيكلمك بيبقى عايز طلب معين؟ لا احنا عندنا بصي احنا ولو حاجه خارج المنيو ساعتها ممكن بتلبي له طلباته ولا بيبقى انت ملتزمه لو في استطاعتنا لان انا طبعا احنا عندنا ريسيبيز متعرف عليها التيم كله وكل اسبوع بيبقى عندنا يوم براكتسنج للتيم كله ان لازم كل الناس تكون بتعرف تعمل كل حاجه. دي حاجه عندي مهمه قوي ان مفيش حد يكون مش بيعرف يعمل حاجه. فانا عندي مانيوز وعندي باكجز وعندي يعني عندي مانيوز لكذا حاجه للديلي اوردرز, عندي باكجز للافراح او الايفنتس او حاجه او الاوكيجنز عامه وعندي منيوهات عاديه بقى يعني اللي هي كل حاجه. بس تخليني اسالك في جنب الافراح شويه. اتفضلي. طبعا انت بيقابلك يعني فئات كتيره من الناس مش أكيد. مش متارجته ناس معينه او فئه معينه من الناس؟ لا خالص. ممكن مثلا حد لو الباكج بتاعته مش عاليه قوي يعني في المتوسط تقدري تعملي له بوفيه كويس جدا للفرح بتاعه وتقومي له بيه يعني؟ بس يعني عندك اسعار اكيد هقول لحضرتك على حاجه يعني زي ما قلت لك انا عندي تيم متوزع ان كل حد ماسك حاجه أكيد. الحاجه الوحيده اللي انا مش قادره ان انا اعملها ولسه ماسكاها بنفسي ان انا اللي ارد على الناس يعني انا لحد النهارده انا اللي برد على الناس بنفسي ورقم تليفوني. دي حاجه جميله مني. دي الحاجه الوحيده اللي مش قادر ليه بقى لان دايما لما حد بيسالني انا مثلا عايزه اعمل عزومه فيها او مناسبه او فرح العشر يكلف كام بيبقى عندك معلش كلمني انا متبهدله جدا مش هكذب عليكي متبهدله قوي تليفوني طول النهار مكتوب بس انا مش قادره لسه ادي حد مش الثقه لا انا عندي ناس كتير اقدر اثق فيها بس انا دايما بنيجوشيت مع الكلاينت يعني بقول له طب انت عايز تعمل ايه طب احنا ممكن نعمل ده طب قول لي البادجت كام طب تعالى نظبطها يعني احنا انا بقدر ان انا اوصل مع كلاينت بالظبط كده مع كلاينت من اي كاتيجوري ان انا اوصله يعمل الايفنت بتاعه زي ما هو عايز يعني بالظبط. طب بتمشي مثلا بنظام مطبخ معين او بلد معينه في البوفيه بتاعك او في الاكل بتاعك ولا عادي متنوع؟ لا احنا الكيتشن بتاعنا انترناشونال كنا بدانا اورينتال شرقي وبعدين بدأنا ندخل حاجات يعني تانية للمطبخ بتاعنا من كل البلاد فبنعمل انترناشونال بنعمل ايطالي وبنعمل اسيوي وبنعمل الفينجر فود اللي هي فيها الحاجات المينيز والكنابيز والحاجات دي فيعني مع الوقت بنبدأ ان احنا ندخل فاحنا انترناشونال مش يعني محددين في حاجة معينة. طب في اصناف عندك معينة
في ناس بتبقى عليها اقبال اكتر او ناس بتحبها اكتر؟ اكيد طبعا. إيه عندي لا عندي بلاترز كتير قوي الناس بتبقى معروفه بقى قوي الروستد تركي والروستد بيف الكوردون بلو الحمام طبعا حلو قوي هو شكله اصلا المحاشي يفتح النفس. المحاشي واحنا دايما بنحب زي ما حضرتك شايفه ان احنا مثلا سي الورق عنب نحب نحط يعني احنا بنعمله كشرقي كبلاتر عادي ممكن يتحط في عزومه فيها اوبن بوفيه وبنقدر نحطه في شكل زي الكوبايات كده فبيمشي ان هو ينفع يبقى في فينجر فود بوفيه فاحنا بنقدر ان احنا نعمل ده وده وبنقدر ان احنا نعمل بوفيه بنمرش فيه الاورينتال فود او الحاجات اللي هي الثقيله مع شويه فينجر فود يعني وبصراحه عندنا طريقه التقديم شيك جدا لان دايما مقتنعه ان العين بتاكل قبل اي طبعًا حاجه طبعًا. فدي حاجه جميله بصراحه ده كله يرجع للتيم الهايل العظيم اللي شغال يعني معايا هم بجد بيحبوا قوي الشغل كلهم بصراحه يعني بيحبوا كلهم الشغل وبيشتغلوا من قلبهم وبيهتموا بالنظافه والحاجات دي اهم حاجه طبعا عندنا انا شايفه ان انت عامله لنا حاجات حلوه قوي عرفينا بقى عامله لنا ايه النهارده اوكي بصي احنا حبينا النهارده ان احنا انا ومع كان معايا تشيف النهارده تشيف علي اوكي هو تشيف هو اكس اوتيل كبير قوي في مصر يعني تسلم ايدك يا شيف طبعا اوكي انا حبيت النهارده ان انا اعمل ميكس شويه بين الاورينتال اوكي وبين الفينجر فود فعاملين من الاورينتال عاملين حمام وعاملين ورق عنب وفي حاجه تانية بس ما لهاش مكان على فكره كنا عاملين كشك وعاملين كشك ايوه وعاملين فراخ بالقراصية بس للاسف مفيش مكان دي اكله مغربي دي بالظبط اكله مغربيه فاحنا حبينا ان احنا نعمل ميكس وحطينا بقى معاهم الميني برجرز والتشيز كانابي وميني شاورماز والتاكوز دي لذيذه قوي برده والكابس دي اللي احنا زي ما قلت لك ساعات بنحب نحط فيها حاجات كفي الفينجر فود بيبقى شكلها حلو برده فحبيت ان انا اجيب من ده ومن ده علشان اعرف الناس يعني على لكن معظم الحاجات في المنيو مش ممكن مثلا تحطي البرجر مع الحمام مع المحشي كل ده في بوفيه واحد صعب في تختاري يعني ما انا زي ما قلت لحضرتك انا عندي كذا منيو بس مش هكدب عليكي في ناس بتحب تعمل ميرج بين طبعا طبعا وبيبقى شكلهم مش وحش خالص احنا يعني دي حاجات صغيره علشان خاطر هنا المكان لك احنا طبعا كسيت اب احنا عندنا في السيت ابس حاجات تانية بتبقى اكبر بكتير وبتبقى على مساحه اكبر فبنقدر ان احنا نميكس ده وما يأذيش عينيكي او ما تحسيش ان هو شكله وحش برضو انا عندي تيم للسيت اب وكده برضو هم اللي مهتمين بالحته دي يعني ما قابلتكيش مره ان حد عايز مثلا وجبه مختلفه خالص او وصفه مختلفه خالص انت اول مره تسمعي عنها؟ لا قابلتني وفي يعني حد طلب مني حاجه وانا ما كنتش بعملها بس زي ما قلت لك انا ما بحبش ارفض اوكي فدايما بتلاقيني بخش واشوف كده هي دي يعني ايه واجربها الاول وبعدين بعد ما اجربها واسمع الفيدباك بقوم مدخلاها يعني ثلاث ارباع الحاجات اللي في المنيو ومنيو ده كان قد كده فاهمه دلوقتي اصلا ما تعرفيش تجيبي اخره بقوم بعد خلاص تبقى كويسه اقوم مدخلاها المنيو وبعد كده بتطلب يعني خطوات استعدادك للافراح ايه يا بسنت؟ يعني مثلا بيجي لك فرح ايه الخطوه اول حاجه بتفكري فيها لازم تكون جاهزه قبل ما تبداي في اي حاجه؟ ان انا بقى يعني لازم دايما بعرف المكان فين اهم حاجه والتاريخ مناسب ليا ولا لا والميعاد دي حاجات كده بنبقى عارفينها في الاول وبعدين نبدا نشتري البرودكت بتاعتنا ونجهزها لان انا ما عنديش حاجات لان زي ما قلت لك انا دايما الناس اللي عندي ستات بيوت وبنخاطب ستات بيوت فانا ما عنديش حاجات جاهزه يلا فدايما حاجتي بشتريها بالظبط جدا 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 يا بسنت نورتينا وشرفتينا وكان الوقت فعلا جري معاكي بسرعه كان نفسنا نقعد اكتر من كده الحقيقه شرفتينا وشكرا ليكي على كل حاجه بشكركم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم انتظرونا في حلقه جديده وقعده جديده من قعده عربي الى اللقاء